مشاهدينا الكرام، تحية لكم من موسكو، حيث نجري هذه المقابلة الخاصة مع السيد ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما البلاط الأدنى في البرلمان الروسي. السيد سلوتسكي، أهلا وسهلا بكم وشكرا على إتاحة هذه الفرصة. أبدأ من الأزمة الأوكرانية. عما قريب سيبلغ عمر هذه الأزمة عاما ونصف منذ أعلن الرئيس بوتين بدء العملية العسكرية الخاصة في إقليم الدنباس. ما النتائج التي تحققت؟ ما المكاسب التي جنتها روسيا حتى الآن؟ يجب القول إن النتيجة التي لا شك فيها هي فهم الناس بمن فيهم خارج العالم الروسي أن خصمنا ليس أوكرانيا، رغم أنها كانت ترغب العام الماضي في حيازة أسلحة نووية، وهذا بشكل مباشر كان سيهدد الأمن القومي الروسي. إنها القطرة الأخيرة التي أفاضت كأس الصبر، حيث بدأت بعدها العملية العسكرية الخاصة. في الواقع الخصم هو الغرب بأكمله، الذي أعلن المواجهة ضدنا، والذي يستخدم أوكرانيا منصة لإعادة إحياء النازية الجديدة وإلغاء كل ما هو روسي. تلك القوى في العالم لا ترغب أن تتعزز مكانة روسيا. لقد بدأوا يعملون ضدنا بشكل صارخ عبر الأساليب النازية والفاشية والجرائم ضد الإنسانية. لم يكن لدينا مخرج آخر، واليوم يزداد عدد الناس في العالم في دول مختلفة وفي مختلف القارات الذين يتفهمون موقفنا. نحن نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب، حيث كل دولة مهما كانت صغيرة لها ثقافتها وتقاليدها ولغتها وتاريخها، ستكون قطبا منفصلا في الهيكلية الجديدة للقرن 21. الغرب يقاتلنا ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا، حيث فرض علينا أكثر من 10,000 عقوبة مختلفة. ورغم ذلك فإن اقتصادنا يتعزز، ولدينا في هذا الصدد شركاء كثر موثوقون في العالم. نحن اليوم ننوع توجهات سياستنا الخارجية وندرك من هم شركاؤنا الحقيقيون، وبفضل هذا نشعر بالثقة وبأن بلدنا يتطور. أما فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة فهي عملية ضد النازية، ضد قوة الشر. لم يكن أمامنا أي مخرج آخر، والنصر سيكون حليفنا. هل كان بالإمكان تجنب اشتعال هذا الصراع العسكري مع أوكرانيا؟ للأسف الشديد لا، وهذا ليس ذنبنا. أنا كنت واحدا من المفاوضين الأربعة الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس الروسي في العام الماضي. أوكرانيا لم تفاوض بجدية، لقد تظاهرت فقط بالتفاوض من أجل كسب الوقت للحصول على أسلحة فتاكة، حيث تراكمت هذه الأسلحة فيها أكثر من أي دولة في حلف الناتو عدا الولايات المتحدة الأمريكية. اتضح أن أعداءنا وخصومنا الاستراتيجيين ليسوا بحاجة إلى المفاوضات. بالطبع لسنا المذنبين. أما فيما يخص التطور اللاحق للأحداث فنحن دائما مستعدون للاستمرار في العمل، ليس في ميدان العمليات العسكرية وإنما خلف طاولة المفاوضات أيضا. اتصالا بهذه النقطة، كما تقول أنت كنت من الوفد الروسي المفاوض بعد بدء الأزمة في بيلاروسيا، التقيت مع الوفد الأوكراني. هل هذا هو السبب الرئيسي لفشل هذه المفاوضات؟ ما السبب؟ ما الأسباب؟ دعنا نقول. переговоры были провалены намеренно со стороны западных инструкторов. لقد تم إفشال المفاوضات عن قصد من قبل المرشدين الغربيين لنظام كييف الدمية. لو أننا ناقشنا ما كنا نرغب بمناقشته وتوصلنا إلى تحرير القاعدة القانونية الأوكرانية من النازية ونزع سلاح أوكرانيا بالدرجة المطلوبة، لكن هذا لم يكن من مصلحة النظام في كييف وأسياده الغربيين. هذا مؤسف، لكننا قمنا بتجربة. ثمن هذه الخطيئة كان الوقت الضائع، ثمنها أبناؤنا الذين يقتلون في ميادين العملية العسكرية الخاصة. ومع ذلك التزمنا القواعد الإنسانية، ولكي نتجنب سقوط عدد كبير من الضحايا لم نقم بإجراء عمليات عسكرية كانت ستسمح لنا بالسيطرة على كييف بسرعة كبيرة.
وفرض السيطرة على كافة أراضي أوكرانيا. نحن أبطأنا العملية عن قصد انطلاقا من أن كييف كانت مستعدة للمفاوضات، أما في الواقع فإن كييف كانت ببساطة تماطل وتحاول كسب الوقت. نحن الآن نعرف ما الذي حصل وندرك من يواجهنا وما هو حجم هذه المواجهة، وبنفس الوقت ندرك المهمة المقدسة والحتمية لنا جميعا، ألا وهي النصر في هذه العملية العسكرية الخاصة. أستكمل موضوع المفاوضات، هل روسيا في الوقت الراهن جاهزة للدخول في مفاوضات بالشروط التي تعرضها أوكرانيا مؤخرا، ومنها سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، الاعتراف بحدود ما بعد الاتحاد السوفيتي، وفرض رقابة دولية على الترسانة النووية الروسية؟ Это позиция коллективного Запада. Нас никто не будет контролировать, кроме нас самих. هذا موقف الغرب الجماعي، لن يتحكم بنا، نحن بنفسنا نتخذ قراراتنا وقادرون على ضمان أمننا القومي وأمن أولئك الذين يطلبون منا ذلك. نحن قوة نووية عظمى وعضو في مجلس الأمن الدولي، نحن لن نسمح بنسب هيبة الأمم المتحدة، فقط مجلس الأمن بإمكانه أن يتخذ القرارات بشأن التدخل في أي دولة، ولقد رأينا كيف تم خرق هذا المبدأ في العراق في عام 2003 ثم في ليبيا وسوريا. وبالمناسبة من ناحيتي أرحب بعودة سوريا إلى البيت العربي والأسرة العربية المتمثلة بالجامعة العربية، لقد ساهمت روسيا في هذا العمل بشكل كبير. أما فيما يتعلق بالسعي الغربي لفرض السيطرة على روسيا وعلى اقتصادها وعلى قدراتها النووية وعلى ثرواتنا التي دائما تكون موضع حسد وطمع من الغرب، كل هذا مفهوم لنا. لدينا مسارنا في التعاون الوثيق والمتكافئ مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم عدد كبير من دول الخليج، ونحترم سيادة ووحدة أراضي وثقافة ولغة وتقاليد تلك الدول المستعدة للشراكة معنا. نحن دولة منفتحة ومستعدة للتعاون. ولكن الصراع المسلح مستمر ويجري على قدم وساق كما يقال منذ عام ونصف تقريبا، ما شروط روسيا لوقف إطلاق النار؟ شرط وقف إطلاق النار هو امتناع أوكرانيا عن المواجهة العسكرية، أكثر من مرة تحدثنا عن ذلك، بالإضافة إلى وقف توريد الأسلحة الفتاكة من الغرب إلى كييف، وأن تلقي وحدات القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتها وتتوقف عن الدفاع عن النظام الإجرامي هناك. ولكن هم يقولون أنهم يدافعون عن أرضهم، عن بلادهم. هم لا يدافعون عن أنفسهم. الغرب البعيد عن كييف يستغل الشعب الأوكراني، يستغلون 46 مليون أوكراني كوقود للمعركة. هم ليسوا بحاجة لأوكرانيا ولا يهمهم شعبها، فهي فقط منصة للنازية والمختبرات البيولوجية لكي يقوموا بهجمات ضد روسيا من هذا البلد. إن روسيا بالذات هي الهدف الأساسي لأعدائنا. أنتم تتهمون الغرب بالعمل على استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا، لذلك أسأل، هل غاب عن حساباتكم هذا الموقف من الغرب؟ هل هذا الموقف كان مفاجئا لكم في روسيا؟ أنا شخصيا وللأسف الشديد كنت أنتظر مثل هذا الموقف من الغرب. نحن نعرف أنه بالنسبة للناس العقلانيين والإيجابيين يبدو حقا أنهم يستوعبوننا ويسمعون لنا، فلا يمكن أن تكون هناك مقاربة أخرى. أما بالنسبة لزملائنا الأوكرانيين، مرة أخرى أكرر أنهم كانوا فقط بحاجة لكسب الوقت، بيد أنه رغم كسبهم للوقت وحصولهم على كم هائل من الأسلحة الفتاكة من واشنطن ومن مجموعة أخرى من دول حلف شمال الأطلسي، لم يساعدهم هذا بشيء ضد روسيا. قبل أيام كتبت بعض الصحف الغربية عن المبادرة الصينية لتسوية الأزمة الأوكرانية، وقالت إن بكين تريد من الدول الأوروبية أن تضغط على قادة كييف
لكي يقبلوا ويعترفوا بتبعية الأراضي التي ضمتها روسيا مؤخرا إليها ووقف إطلاق النار. كيف تنظرون أنتم إلى هذه المبادرة؟ أنا أنظر إليه بتشاؤم عقلاني. أنا أحترم الصين وحضارتها وأشكر الدولة الصينية على هذه الجهود الحثيثة، وبالمناسبة كانت تلك الجهود حاسمة في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران. لكن فيما يخص المبادرات حول أوكرانيا، يجب فهم أن الشركاء من الدول الغربية لا يملكون قرارهم. أريد أن أسألكم عن السيناريو الذي تحدث عنه السيد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، الرئيس الروسي السابق، والذي قال عن مستقبل أوكرانيا أنها ستتفكك كدولة، وأن أقاليمها الغربية ستنضم إلى دول في الاتحاد الأوروبي، وأقاليمها الشرقية ستنضم إليكم، إلى روسيا. إلى أي مدى يبدو هذا السيناريو واقعياً؟ Дмитрий Анатольевич Медведев – крупный аналитик, мыслитель, политик. Дмитрий Медведев – محلل كبير ومفكر وسياسي المرحلة، فهو يمكن أن يكون هنا على حق. أحدها سيسعى للانضمام إلى روسيا، وآخر سيسعى لكي يكون مع الغرب، وثالث مع منظمات دولية ليصبح حلقة وصل متوازنة. لكن هل سيتحقق ذلك؟ هذا سؤال كبير. أرى أنه علينا حشد الحلفاء ممن يشاطرنا رؤيتنا من جميع القارات والدول. سيناريو ميدفيديف يمكن أن يكون واقعياً في حال أن قام الغرب فجأة بالضغط على مفتاح العقل ليقرأ الواقع والتاريخ بشكل صحيح وعقلاني، لكننا ما زلنا لا نلاحظ ذلك. القادة الروس يتحدثون تلميحاً وتصريحاً في الآونة الأخيرة عن إمكانية اشتعال حرب نووية. هذه التصريحات تفسر في الغرب على أنها علامة على حالة اليأس لعدم استطاعة روسيا تحقيق النصر في حرب تقليدية. ما تفسيركم أنتم؟ Мы не должны рассуждать о войне. Мы должны рассуждать о мире. يجب ألا نناقش الحرب، وإنما نناقش السلام ونسعى إليه. في نقاشنا عن الحرب يمكن الحديث عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أو القنبلة القذرة. هذا كله بداية النهاية. إنه انتقال مباشر إلى الحرب العالمية الثالثة التي ستقضي على الحضارة البشرية. يجب علينا أن ندرك أخيراً مدى هشاشة هذا العالم الذي يحيط بنا ومدى أهمية دور الإنسان فيه. وآمل أن يستمع إلينا شركاؤنا. ولكن أسلحتكم النووية التكتيكية تنشر الآن في أراضي بيلاروسيا، هل هي رسالة للغرب؟ نحن ندعم الأمن القومي لبيلاروسيا الشقيقة لنا، والتي كاد يقع فيها انقلاب على السلطة، وليس أكثر من ذلك. فيما يخص روسيا، فنحن مستمرون في العملية العسكرية الخاصة لكي نواجه قوى الشر الآتية من الغرب ومن الشرق إلى أوكرانيا. أوكرانيا الآن، إذا صح التعبير، هي لحظة الحقيقة التي تحدد المستقبل. سنتغلب على كل الصعوبات، وفي النهاية سننتصر على النازية. ومع ذلك هناك من يعتقد بأن روسيا ستصبح دولة معزولة وربما منبوذة بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا. روسيا уже не станет изолированной страной. روسيا الآن غير معزولة. معنا تجمع دول بريكس الذي لديه ثلث الناتج الإجمالي العالمي. معنا العديد من الدول الأخرى التي تدعمنا الآن، إنها الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وعدد كبير من الدول الآسيوية بما فيها دول القارة الأوروآسيوية. كان يجب علينا منذ زمن بعيد أن نشاطر أفكارنا وتقييماتنا مع الجميع. كان هذا بالتأكيد سيسهل علينا المهمة. هل ما ذكرتموه من دول تشكل أصدقاء روسيا في الوقت الحالي؟ فقط هذه الدول؟
الدول جميعها التي تقول اليوم إنها تقف في صفنا ضد النظام العالمي وحيد القطب، حيث المركز الوحيد للتأثير فيه هو واشنطن. إنها الدول التي تواصل رغم كل شيء التعاون معنا في مجالات الاقتصاد والعلوم والتقنيات والصحة. كل هذا هام للغاية بالنسبة لروسيا. شكرا جزيلا سيد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما. بهذا مشاهدينا تنتهي هذه المقابلة الخاصة التي قدمناها لكم من موسكو. إلى اللقاء في لقاءات مقبلة بإذن الله.